بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. شكرا دكتور أحمد. في البداية أود أشكر سعادة الأستاذ الدكتور على الدعوة الكريمة وعقد هذه الندوة المهمة، وأيضا فريق العمل في المركز على هذه الاهتمام والتنسيق اللي تم في هذا الموضوع. أنا إن شاء الله بحاول يعني أوجز، لأن أخلي أيضا أسئلة أكثر في العمل هذا أيضا. ففي البداية لعرض الخطوات اللي قامت بها دولة الإمارات وأيضا ممثلة في وزارة التربية والتعليم، مهم أذكر أن اليوم في استراتيجية للتعليم العالي تقوم فيها وزارة التربية والتعليم، استراتيجية 2030، وأحد هذه محاور الاستراتيجية الأربع هو محور الجودة. وبالتالي تحت محور الجودة، النزاهة الأكاديمية والأمانة الأكاديمية هو الأساس في الموضوع هذا من ناحية الجودة. أشكر سماحة الشيخ لأن أصل التأصيل الشرعي للأمر هذا، وهذه الأمانة في التأصيل الأكاديمي هي الأمانة الأكاديمية. وتحت الأمانة الأكاديمية طبعا فيها الخيانة الأكاديمية اللي تندرج تحتها بعض الأنشطة هذه اللي نحن نحاول نتجنبها، ومنها طبعا استخدام وتزوير البيانات المزورة، وهي مثل الشهادات المزورة، وأيضا مثل ما تعرفون أيضا الأنشطة الأخرى اللي تكون تحت الخيانة الأكاديمية مثل الغش وتقديم وثائق مؤهلات مزورة، انتحال العلمي والسرقة الأدبية وغيرها. فطبعا تقديم والحصول على شهادات مزورة أو شهادات من مؤسسات وهمية يندرج تحت الخيانة للأمانة والنزاهة الأكاديمية. ومن المهم أن اليوم في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم موضوع النزاهة الأكاديمية موضوع مهم تنظر فيه المؤسسات التعليم العالي، وأيضا تقطع فيه شوط من ناحية أما بإدراج مبادرات في مؤسسات التعليم العالي، أو أيضا وضع يمكن إدارات ومكاتب للنزاهة الأكاديمية لمتابعة مثل هذا الأمر. من ناحية العمل اللي تقوم فيه وزارة التربية والتعليم بالذات في موضوع التصدي للشهادات المزورة والشهادات الوهمية أو الشهادات آسف من المؤسسات الوهمية، طبعا مثل ما ذكروا الزملاء مثل باقي الدول توجد خدمات تقدمها وزارة التربية والتعليم تحت إطار معادلة الشهادات، وتحت إطار معادلة الشهادات أيضا يكون تأكد من صحة الشهادة اللي يتقدم بها المتعامل في اللي تحصل على مؤهل علمي وتقدم بالشهادة اللي تمثل هذا المؤهل العلمي، بحيث أنه يتم التحقق من صحة الشهادة هذه وأيضا معادلتها بما يماثله في سلم المؤهلات في دولة الإمارات. أول الإجراءات اللي تقوم في معادلة المؤهل هو التأكد من المؤسسة العلمية اللي تحصل منها صاحب المؤهل هذا إذا كانت معتمدة في بلد الدراسة، وأيضا مثل ما ذكروا بعض الزملاء التأكد أن جهة الاعتماد الأكاديمي اللي تم اعتمادها اعتمدت هذه المؤسسة العلمية هي أيضا معتمدة في بلد الدراسة. وننظر في هذا الموضوع بدقة أيضا، وطبعا نتبادل المعلومات مع الجهات الكثيرة الرسمية الموجودة في دول العالم، ومن ضمنها الدول أيضا المجاورة مثل دول الخليج، في محاولة التأكد من هذه الأمور. والقنوات اللي نستخدمها في الغالب هي القنوات الرسمية الدبلوماسية أيضا في تأكد أن هذه المؤسسات والجهات الاعتماد مؤسسات معتمدة في بلد الدراسة اللي قدمت منها هذه المؤهلات. بعد ذلك يتم التأكد من صحة المؤهل بمراسلة المؤسسة المعتمدة هذه بشكل مباشر، وهذا من خلال أيضا أخذ رسالة إفصاح من يعني لا مانع من الإفصاح من صاحب المؤهل نفسه، لأن أغلب يمكن كل المؤسسات التعليم العالي لما تفصح عن معلومات عن صاحب المؤهل اللي درس في المؤسسة هذه تطلب
الرسائل مثل هذه، بحيث أن صاحب المؤهل يخلي ويعطي للوزارة، الوزارة عندنا الصلاحية في الحصول على هذه المعلومة. فبالتالي نحن نتحصل على هذه المعلومة بشكل مباشر من المؤسسة اللي تأكدنا من صحتها، من صحة اعتمادها الأكاديمي، وبالتالي أيضا نتأكد من صحة المؤهل هذا اللي أنا ذكرته قبل قليل. ومن ضمن صحة المؤهل اللي نتأكد منه معلومات إضافية من ناحية طبيعة الدراسة اللي تقامت، مدة الدراسة اللي صارت، ومعلومات أخرى تساعدنا في موضوع المعادلة والإجراءات اللاحقة بموضوع المعادلة. وبعد ذلك طبعا يتم تطبيق المعايير الأخرى اللي تتعلق بمعادلة الشهادة، وهي طبعا يمكن في بعضها متعارف عليه دوليا، وفي بعضها يختص في دولة الإمارات مثلا، لأن في احتياجات معينة في دولة الإمارات تتقابل فيها بجودة التعليم اللي نحن نطبقها أيضا على مؤسسات التعليم العالي اللي تعمل في الدولة. فهذه من الأشياء اللي تقوم فيها. فأنا مثل ما ذكرت أهمية موضوع صحة الشهادة في إجراء معادلة الشهادات جدا مهم، وفي بعض الأحيان طبعا يمكن يأخذ فترة من الزمن للحصول على الرد الرسمي، وفي بعض الأحيان طبعا نحن أيضا نقوم بالتعاون مع الجهات الممثلة الدول الأخرى، بحيث أن يتم التنسيق هذا بقدر الإمكان، يا أما إلكترونيا أو بطرق سهلة الآن تسهل العملية هذه الإجراء هذا. والحمد لله يعني قطعنا شوط في موضوع التحول الإلكتروني للعملية هذه للتحقق من صحة الشهادة. طبعا بالإضافة لهذه العملية اللي ذكرتها للتأكد أن الشهادات المقدمة لمعادلة لخدمة معادلة الشهادات والحصول على رسالة المعادلة أن الشهادة هذه صحيحة وتخلو من الشهادات المزورة والشهادات من مؤسسات وهمية، تقوم أيضا وزارة التربية والتعليم بمبادرات أخرى تساعد في رفع الأمانة الأكاديمية والنزاهة الأكاديمية، منها التوعية العامة بأهمية الحصول على مؤهلات من مؤسسات معتمدة ومرموقة، وأيضا يعني رفع الوعي في موضوع في مسألة الأمانة الأكاديمية بشكل عام لأهميتها. بالإضافة لهذا هنالك خدمة موازية تقدمها وزارة التربية والتعليم للمتعاملين تسمى خدمة الإفادة. خدمة الإفادة بشكل مختصر توفر للمتعامل الراغب في الدراسة خارج دولة الإمارات قبل بدء الدراسة التقدم للتأكد من أن المؤهل والمؤسسة اللي بيدرس فيها مؤسسة في البداية معتمدة وسيتم اعتماد المؤهل اللي سيخرج منها، وأيضا أن المؤهل سيتم معادلته بعد الانتهاء من الدراسة هذه. وطبعا تذكر في الرسالة شروط إضافية بحيث أن المتعامل يتأكد أن تطبق هذه الشروط ويتأكد أن يلتزم بهذه الشروط، حتى إذا إن شاء الله انتهى من الدراسة العلمية في بلد الدراسة اللي ذهب إليه يرجع ويتقدم بإجراء المعادلة ويتأكد أن المعادلة ستتم بطريقة صحيحة وجيدة. وأيضا طبعا نحن نتعاون بشكل وثيق من مع الجهات الأكاديمية، كان طبعا مؤسسات التعليم العالي في داخل دولة الإمارات وأيضا مؤسسات التعليم العالي حول العالم مع جهات أيضا الاعتماد الأكاديمي، وبالإضافة إلى الوزارات المماثلة في دول العالم لتبادل الخبرات في هذا المجال في موضوع التصدي للشهادات المزورة والشهادات من المؤسسات الوهمية. بالنسبة للأعداد في الوقت الحالي، طبعا وزارة التربية والتعليم تقريبا تستلم بما يعادل أكثر من 15,000 طلب للمعادلة سنويا، وبمعدل تقريبا زيادة سنوية 10% في كل سنة، بما يعني أن الخدمة هذه خدمة مهمة بالنسبة للمتعاملين في دولة الإمارات. وفي أغلب المتعاملين طبعا يستخدمون مخرج الخدمة هذه ورسالة المعادلة، يا أما في التوظيف وتقدم للتوظيف في الجهات المختلفة في دولة الإمارات، أو لاستكمال الدراسة في أحد مؤسسات التعليم العالي داخل دولة الإمارات.
يمكن يعني يجدر القول ان من الشهادات هذه المقدمه لخدمه المعادله الشهادات اللي يتم رصدها انها شهادات مزوره تمثل 1% او اقل من مجموع العدد الطلبات. واتوقع ان جزء من المساله الرادعه في المساله هذه ان صاحب العلاقه بالمؤهل طبعا لما يجد ان معلومات المطلوبه للتقدم للطلب المعادله ومن ضمنها طبعا ما ذكرته في موضوع رساله لا مانع من الافصاح من المعلومات من الجامعه المعنيه يمكن تردع صاحب العلاقه في التقدم للمعادله، وبالتالي ايضا جهات العمل ما تمشي في اجراءات التوظيف الاضافيه. وايضا طبعا بالنسبه للشهادات من المؤسسات الوهميه تقل اكثر من ذلك ايضا من العدد اللي ذكرته. طبعا بالنسبه للخطوات المستقبليه اللي تنظر فيها دوله الامارات اليوم وخلال وزاره التربيه والتعليم هو توسيع نطاق التوعيه بشكل كبير يعني بقدر الامكان، وايضا يعني التطبيق الموضوع طلب المعادلة على اليوم مثلا من وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن قطاع التعليم تحت مسؤوليتها المؤسسات التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي، فمن المهم أن ننظر في موظفي هذه القطاعات والتأكد من صحة المؤهلات اللي يملكونها، وأيضا توعية المؤسسات التعليمية بحيث ان تتعرف على كجهات توظيف ما يعني المعلومات الاساسيه في موضوع التوظيف حتى قبل البدء في استقطاب هذه الموظفين. اليوم الحمد لله يعني كثير من المعلومات بالنسبه مثلا للمؤسسات اللي تعتبر مؤسسات وهميه متوفره على المواقع الالكترونيه، فما يمنع ابدا الموارد البشرية في المؤسسات المختلفة أن ينظرون في السيرة الذاتية للشخص المتقدم وحتى قبل البدء في أي إجراءات لطلب المعلومات الأساسية من المتقدم ينظرون أن هل هذه المؤسسة مرصودة في هذه المؤسسات الوهمية مثلا، شو اللي يمنع أن ينظرون في هذه الأمور بشكل مسبق ويتفادونها. وإذا المؤسسات أو الموارد البشرية الموجودة في هذه المؤسسات ليس لديهم يعني الحد الأعلى من العلم في هذا الموضوع، فبالتالي أيضا الخدمة المعادلة موجودة للتقدم لها. ننظر أيضا احنا بشكل مستمر في تطوير الخدمة خدمة المعادلة بحيث أن نجعلها سلسة وسهلة للمتعاملين قدر الأمكان، وهذا أيضا يسهل الربط أيضا مع جهات التوظيف بحيث أن الخدمات هذه توصل للجهات هذه بالوقت المناسب لأنهم يلتزمون أيضا بأوقات معينة من ناحية إجراءات التوظيف. طبعا الوزارة أيضا مع التنسيق مع الجهات القيادية في دولة الإمارات تقوم بدراسات مستمرة في الظواهر المختلفة وترفع التوصيات في هذه الأمور، ومنها أدوات تشريعية في بعض الأحيان مثل ما ذكروا الزملاء. وأتوقع أن يمكن ننظر في أدوات تشريعية قادمة في هذا المجال تختلف أيضا، وممكن جزء منها بيكون متعلق بدولة الإمارات والجهات التشريعية في دولة الإمارات، ومنها ما هو بالتعاون مع الدول الجوار مثل دول الخليج. اليوم في دول الخليج مثلا مثل ما يمثل الدكتور خميس الشبكة المشتركة الخليجية للجودة في التعليم العالي، وأيضا بالإضافة لذلك توجد لدينا تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لجنة مشتركة من رؤساء لجان معادلة الشهادات يتبادلون فيها الخبرات أيضا. فمثل هذه يعني المشاركات والتعاون يرفد دولة الإمارات ويرفد دول المنطقة بخبرات مختلفة مثلها مثل ما ذكروا الزملاء أيضا
التشريع الأخير في دولة الكويت بالنسبة لتجريم استخدام الشهادات غير المعادلة، واليوم نحن أيضا نتبادل الخبرات مع الزملاء في دولة الكويت لننظر في مدى قابلية التطبيق مثل هذه الأشياء التشريعات في دولة الإمارات. أتوقع أن ممكن أنهي الكلام بنقطة النزاهة الأكاديمية وأهمية النزاهة الأكاديمية، ليس فقط في قطاع الأكاديمي والتعليمي لكن للمجتمع بشكل كامل وللوطن، لأن يؤثر على باقي القطاعات وأيضا على الأمانة بشكل كامل، في لأن الشخص اللي بيكسر النزاهة والأمانة الأكاديمية في مجال قطاع التعليم بالتالي في مجال عمله في المستقبل لن ينظر يعني في الضرر اللي يقع في موضوع كسر الأمانة ويعني خيانة الأمانة الأكاديمية وغير الأمانة الأكاديمية اللي سيملكها. فبالتالي من المهم أن نحن كوزارة نقوم بهذا العمل بشكل مستمر، وأيضا نتعاون مع المؤسسات ومع المجتمع، ومنها طبعا مركز الإمارات للدراسات اللي شاكرا دائما ينظر في مثل هذه الندوات القيمة والمؤتمرات المختلفة لرفع جودة التعليم ومنها التعليم العالي أيضا. شكرا جزيلا.